اللي اقيم ما بينهم على استاد اسكندريه. كابتن احمد، اعتقد انه فوز مستحق. يعني طبعا اكيد طبعا فوز مستحق، يعني بنبارك طبعا لنادي الاتحاد سواء جماهيره وجهازه الفني لعيبه اداره النادي، حاجه منظومه محترمه. يمكن الشوط الثاني كان مختلف تماما، يمكن زي ما كابتن عبد الظاهر قال، يمكن اعتقد ان ودي نقطه مهمه قبل ما الشوط يبتدي بالظبط كده، اتفرجوا على الشوط الثاني، الشوط الثاني هيبقى مختلف تماما، وفعلا كان الشوط مختلف تماما. لكن اعتقد ان الهدف انبي ده اللي ادى صيحه كبيره جدا لنادي الاتحاد، وبرضك الهدف اللي دخل في انبي من كالوشا برضك يمكن برضك ادى الثقه او عاده الثقه لنادي الاتحاد. لكن كان الشوط الثاني كان في اهداف، في حركه كويسه جدا، كان في سيطره، في استحواذ، في الاخر وقت ان النادي انبي ما رماش الفوطه، بالعكس كان عنده اجتهاد الاخر وقت، كان ممكن يرجع عادي. لكن خبرات كبيره جدا، وخبره انا بعتبر مهدي سليمان من اسباب الرئيسيه في ان نادي الاتحاد يخرج بالنتيجه دي، رغم ان دخل فيه جونين، لكن هو شال كره مهمه جدا 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 في توقيت صعب جدا بتاعت محمد حمدي، الشطر الشمال ديت اللي رفيق قلبه عدى بها توغل لوحده. فاعتقد ان مهدي سليمان كان واحد من نجوم اللقاء ده، من نجوم اللقاء يعني. نقطه التحول ايه يا زهر؟